ضيعتها يا خفير يا ماسكيرانو، والانطلاقة من هناك على الجهة اليسرى عن طريق شوشايطا يوزع، والتمريرة ثم التسديدة على اليسار، الحارس فيكتور فالديس يتمكن أندر هيريرا من فتح مجال التسجيل لبيلباو أمام ريال مدريد. أتليتيك بيلباو هدف، ريال مدريد أتليتيك بيلباو هدف، برشلونة 0 بعد 20 دقيقة من انطلاقة المباراة. ريال يفاز ب نتيجة ثقيلة جدا من توزيعه ويلها من تمريرة، با 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 با, با حطها له بالمليمتر تقريبا. أبيدال يوزع بيسراه مباشرة لفابريغاس براسية خادعت كوركا إيرايزوز. البارسا يعدل النتيجة، يلها من 25 دقيقة ممتازة، هدف مقابل هدف في النتيجة بين برشلونة وأتليتيك بيلباو. لقاء رائع جدا، حتى وجوده في هذا المكان تشيسك فابري وجوده في هذا المكان فابريغاس كان فعلا تقريبا وحدها. الكره دخلت، الجماهير هي التي ادخلت الكره، ارضيه الميدان هي التي ادخلت الكره، الامطار هي التي ساهمت في تسجيل هذا الهدف. من المحال مباراه من هذا النوع تنتهي بهذا الشكل، من المحال تنتهي بالتعادل. أبيدال يضربها في بيكي، وهدف اول لصالح فريق، هدف ثاني لصالح بيلباو. أتليتيك بيلباو هدفان، فريق برشلونه هدف 10 دقائق قبل نهايه القضيه تدخل، ولكن ليس هذه، ليس هكذا يسجل برشلونه يا أتليتيك بيلباو. لو سجل من كره دافيد فيا كنا نقول معليش، اما وان يسجل من هديه مثل هذه فلا، عندما تمنح هديه لليونيل ميسي على طبق من هذه الكيفيه.